دخل بيت العربي اتمونا مشاهدينا متابعينا الافاضل تتواصل الانطلاقات وتتواصل التحديات على ارضيه هذا الميدان. ينطلق هذا الشوط شوطنا الرابع عشر ينطلق بحفظ من الله ورعايته المخصص لفئه الابكار المهجنات الازايل مسامتنا او هنا ينطلق نعم شوطنا الثالث عشر المخصص لفئه الابكار المحليات الأصايل بالفعل يحمل منافسات وتحديات الأصايل وانطلاقاتهن الممتازة. أبدأ لينطلق مع المركز الأول أبدأ مع الصدارة لوافي حضراتكم بالأسماء المتقدمة وبالشعارات الحاضرة مع المركز الأول. الله الله أبدأ ليجد وصفة ناصر بن بخيت بن ناصر النوبي العامري يأتي على المركز الأول على صدارة الانطلاق. المركز الثاني هناك الوصول والتحدي والمميز الرائع والجميل من قبل بلبلة عبد العزيز بن يمعة. هنا عبد العزيز بن يمعة بن مبارك الأحبابي في هذا الانطلاق الممتاز بالتحدي المميز. المركز الثالث وصلت بلسم لسالم بن عتيج بن علي بالقوم الاكتبي هنا قادم بانطلاق ممتاز وبتحديات مميزة. المركز الرابع الوصول مع هملولة محمد بن سالم بالضبيعة الاكتبي قادم مع المركز الرابع. المركز الخامس وصلت منصورة بهذا التقدم الممتاز. سالم بن خليفة بن شطيط العويسي قادم بهذا الانطلاق الممتاز. المركز السادس هناك الوصول وصلت مخلابة راشد بن سعيد بن سهيل بن دليوي الكتبي يقدم لنا مخلابة وأيضا الوصول والقدوم هناك من الجانب القادمة بالتحدي وبالإثارة المميزة بهذا الانطلاق المميز بهذا التحدي المميز. هناك الشموخ علي بن سالم القايدي قادم بالانطلاق المميز وأيضا مزون قادمة هلال بن بطيب محمد الأغفلي يقدم مزون على مركز السادس. والمركز السابع وصلت بهذا الانطلاق وصلت بالتحدي هي الظبي سلطان بن علي بن رشيد الاكتبي غادم مع الظبي ومع تحديات الظبي بانطلاق ممتاز وبتحديات جميلة ورائعة ومميزة بهذا الشوط التي تحمل المنافسة وتحمل التحدي المميز مع هذه الأسماء المتقدمة. وأيضا الوصول وصلت أسياد محمد بن سلطان بن مرخان الاكتبي يقدم أسياد والأسماء قادمة ولكن وين يا المهندس وين غير مع المزون مزون الله 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 هلال بن بطيب محمد الاغفلي المهندس بشعار المهندس بدأ يهندس الشوط ويخططه بالتخطيط الممتاز. يبغي السلامات هناك لأهل الراشدية كما عودهم لكن منصورة العويسي سالم بن خليفة بن شطيط العويسي غادم مع منصورة ركز يا حمد يا بن خليفة ركز بهذا الانطلاق المميز. المركز الثالث الوصول وصلت بهذا الانطلاق تقدمت بلبلة عبد العزيز بن يمعة بن مبارك الأحبابي وأيضا الوصول مع مدمنة محمد بن خليفة بن قحيد والأسماء
غاتبه ولكن شوف ارصد لي طوع طوع حمد بن سالم بن سعيد الحجري غاتم مع طوع ولكن عوده الى الصداره عوده الى المهندس عوده الى المهندس عوده الى المركز الاول الى هالي الراشديه مزون 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 ما زالت مسيطره ما زالت مسيطره هلال بن بطي بن محمد القبلي 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 اهل ميدان الشعب يطالبون بالسلام اهل اماره ام القوين اهل الراشديه اهل الراشديه ولكن اهل السلطنه قاتمين غاتم قادمه منصوره غاتمه منصوره منصوره سالم بخليفه بن شطيط العويسي ولكن اطلق له العنان اطلق له العنان راحت مزون راحت مزون هلال بن بطي بن محمد القفلي القفلي سلام سلام يا الراشدية سلام سلام يا الراشدية سلام يا الراشدية سلام يا فلج المعلى سلام يا ميدان اللبسة بلا وامر ولا تعليمات بلا وامر ولا تعليمات مشكور يا علي يا بن محمد مشكور مشكور باسم الجمهور ومشكور يا المهندس مشكور يا المهندس حمد بن بطي القفلي سلام سلام يا الراشدية سلام يا المهندس سلام يا مزون سلام يا مزون هلال بن بطي بن محمد القفلي سلام على الفوز والانتصار تصل الى خط النهايه معلن الفوز والانتصار المركز الثاني منصوره سالم بخليفه بن شطيط العويسي المركز الثالث طوع للحجري والمركز الرابع هي شواهين علي بن سالم بن سليم الاكتبي التوقيت الزمني يضاف الى التوقيت الافضل نعم 6:13 تهانينا والناموس مع هذا الانطلاق مع مزون هلال بن بطي بن محمد القفلي كررت الفوز والنقطة الثانية تسجل لهذا الشعار هلال بن بطي بن محمد القفلي والتهنية لك حمد بن بطي القفلي المهندس من قدمها بلا أوامر ولا تعليمات سلام يا الراشدية سلام على الفوز والانتصار